هذا سائل يقول: هل ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل من أفعال الصحابة في الخروج إلى الحل والإتيان بعمرة لمن ليس من أهل مكة؟ نعم، ثبت هذا في حديث عائشة رضي الله عنها لما أحرمت متمتعة، أحرمت مع الرسول صلى الله عليه وسلم متمتعة بالعمرة إلى الحج، ثم نزل عليها الحيض قبل أن تطوف طواف العمرة، واستمر معها الحيض حتى جاء يوم التروية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أحرمي بالحج، أحرمي بالحج، فأحرمت بالحج وأدخلته على العمرة وصارت قارنة، بدل أن كانت متمتعة صارت قارنة. فلما فرغوا من الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة مستقلة، كأنها لم ترضى بالعمرة التي دخلت مع الحج، عمرة القران، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها لأنها تريد أن تأتي بعمرة مستقلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: عمرتك التي مع الحج، طوافك بالحج وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك. فأبت إلا أن يعمرها النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر، أرسلها إلى التنعيم، فأحرمت من التنعيم لأنه أقرب الحل، أقرب الحل. فهذا دليل على أن من أراد العمرة وهو في مكة أنه لا يحرم من مكة، وإنما يخرج إلى الحل، إما إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى عرفة أو إلى الحديبية، ويحرم من خارج الحرم. العمرة لا يحرم بها من الحرم، وإنما يحرم بها من الحل.